بعد 3 سنوات من مما يسميه البعض ثورة، البعض يسميها انتفاضة، وقليلون يسمونها حراكا شعبيا. بعد 3 سنوات هنالك الكثير من التحليلات، الكثير من السيناريوهات، الكثير من الحقائق، وربما الكثير من الأباطيل، الكثير من الأحلام، ولكن أيضا قليل من الأوهام. اليقين الوحيد، وكل ذلك يجعل ربما الصورة فيها الكثير من الضبابية وربما عدم اليقين. اليقين الوحيد أننا إزاء حدث استثنائي بكل معنى الكلمة ربما لم يمر على البحرين منذ عرفت الجزيرة الدخول الخليفي. لست متأكدا من هذا الاستنتاج، لكن ما نود من الدكتور عبد الهادي خلف الضليع بالحالة البحرينية كنائب سابق وكباحث علم اجتماع ومن أهم الكتاب أعتقد الذين نظروا إلى فكرة القبيلة وفكرة الغزو في البحرين وما يسميه موروث الغزو، لعلنا نستمع منه إلى خلاصة عن هذه السنوات الثلاث، أين ما يميز هذه الحركة، لكن أيضا أين التحديات، ما هي التحديات التي تواجهها. أرحب بك دكتور عبد الهادي، تفضل. بيفترض ان احنا عندنا الدكتور عبد الهادي راح يتكلم حوالي 20 دقيقة، ويفترض في تعقيبين رئيسيين من دكتور سعيد الشهابي وقاسم الهاشمي، وطبيعة الحال سيعطى الجميع فرصة للنقاش والمداخلة، ولعل تكون هناك مداخلة من بعض الإخوة في البحرين ومن أحد آباء الشهداء أو عوائلهم. ورحب بك دكتور، والوقت عندك والميكروفون طبيعة الحال. اللهم صل على محمد.